السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله أول مرة من شهرين هصور معاكم فيديو جديد في المكان ده. طبعا أنا ما جاتش هنا بقالي يمكن مدة طويلة قوي، يمكن هقول لكم من أول 10 أيام في رمضان وأنا ما جاتش هنا. تعالوا بقى كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم وسموا الله، وتعالوا يلا كده هنفتح. لسه اول مره هفتح معاكم اهوت، لان طبعا انا ما كنتش باجي هنا خالص، وهقول لكم ايه السبب اللي كان مانعني ان انا اجي من هنا خالص. تعالوا بقى كده يلا وسموا الله وحطوا لايك للفيديو، وصلوا الفيديو دوت لعدد كبير من اللايكات. يلا بينا كده يا جماعه، يمكن اول مره ما شاء الله، يعني ايه هشوف المنظر يفتح النفس. اللي ما شاء الله ما شاء الله، هنقفل الباب الاول اهوت عشان لسه بس ايه بسمي الله وبفتح معاكم. البرنجانه ما شاء الله، انت يعني يمكن اخر مره انا كنت سايباها وهي كانت لسه صغيره خالص، كانت لسه يعني ما ظهرتش. تعالوا بقى يمكن هتشوفوها معايا. وهنا برضو الورد اللي كان هنا اللي كان ما شاء الله يعني اخضر وكده، خلاص هو كده بقى نشف. هننضف المكان ده وهنزرع مكان ورد تاني مكانه، واحاول ان انا اوضب المكان من جديد، لان طبعا المكان بقاله يعني يمكن حوالي شهرين ما جتش هنا ولا صورت هنا. ليه بقى؟ لان يا جماعه المكان طبعا كان فيه نفس جامده، المكان هنا كان فيه نفس جامده، نفس كبيره جدا. ايه اللي عرفني ان فيها نفس بقى؟ يعني هو يعني كنت منظفه ومسافله بقى المكان، وكان المكان ما شاء الله فيه خضره وزرع، وكان المكان ما شاء الله زي الفل. فجأة لقيت المكان كلاته اتوبى. يعني اتوبى يعني ما شاء الله كده بقى، لقيته انطلب براغيث فجأة كده. ناس كتير يا جماعة قالت البراغيث دوت نفس، وفعلا هي كانت نفس. ليه بقى؟ قال لي عرفني ان هي نفس، لان بقالي شهرين عمال، يمكن حتى لو انتوا لاحظت معايا المكان الفلفل هنا كان مرشوش بودرة اهوت ورشيت فيه، يمكن انا بحارب فيه بقالي حوالي شهرين اتنين علشان النفس دي تروح منه، وبرده مفيش فايده. بس النهارده الحمد لله يمكن اول مره يعني خلاص يمكن اجي هنا وما الاقيش اي حاجه على يمكن الحمد لله الوباء بقى يمكن اتقطع خالص، فقلت اجي النهارده كده اوضف فيه وانضف فيه. بصوا بقى المكان عامل ازاي، يمكن تحس كده ان هو عامل زي كل مهجور. ده الجراكن طبعا اللي كانت بتبقى فيها جاز وفنيك علشان ارش المكان، ملوي جيركن كان فيه فنيك والجيركن كان فيه جاز، وبقيت ان انا اعمل على قد ما اقدر اعمل، وبرده مفيش فايده، يمكن كانت كل مدى ان هي بتزيد. تعالوا بقى كده يا جماعه، الاول هنشوف ما شاء الله اكمني ما جتش هنا من زمان. الفلفل ما شاء الله يعني تحس ان هو بدا فيه قرون شطه اهيت، هتشوفها برده. وما شاء الله الذره اللي كان مزروع برده كان صغير، هنا ما شاء الله كبر، هنا برده ما شاء الله. بصوا بقى الذره دي اللي بدا يكزن ده اهوت، وطبعا لسه الكيزان بتاعته صغيره. كانت في برده ما شاء الله شجر طماطم، تعالوا نشوفها يلا اهيت. دي طبعا كانت طالعه الوحيده كده، بس بسم الله ما شاء الله. يعني ايه بصوا بقى، يعني ما شاء الله فيها كميه طماطم. بصوا بقى في ناس بتاخد الطماطم الخضراء ديت بتخللها، يمكن في ناس عارفه وفي ناس يمكن اول مره تعرف. هي لسه يعني ايه، في منها اصفر في منها اصفر لسه قايم يحمر اهوت. هي شايله ما شاء الله، بصوا شايله ما شاء الله كميه طماطم جامده. هي طالعه لوحدها كده يا جماعه والله، الطماطم دي ما زرعتهاش، شوفوا عامله ازاي، يعني قايمه لسه مشبحه لسه قايمه تحمر. بس هي دي اتقطعت بقى مش مشكله اهو، هنشوف دي كده اهيت. بس هي ايه، انا مش عايزه يعني مش عايزه احركها، لان هي ما شاء الله مليانه طماطم. شوفوا يمكن هي اللي نايمه على الارض كده، لان ما شاء الله الشكل ده. بصوا اهي، انا مش عايزه بس اعملها لان هي ممكن برده تتقطع مليان، ممكن بقى تتربط بقى كده، تتربط على شكل العنب دهيت دي كده شكل، برده هربطها يعني. بس لما اخلص بقى معاكم ان شاء الله باربطها، لان من طول الطرح بتاعها نايمه ممدده كده ونايمه. يعني بصراحه فعلا والله يا جماعه المكان هنا كان فيه نفس، كان فيه نفس جامده يعني بصراحه. يمكن النهارده جايبه، في حد قال لي يا شيماء هات بخور وبخري وولعي، فعلا ده اللي انا عملته، ودي ان شاء الله اللي انا هجيبه النهارده جاي اعمل معاكم كده. لو نهيت اولع معاكم في الفيديو دوت ماشي، ما نهيتش ان شاء الله هيبقى في الفيديو الجاي. اللي حتى العنب دهوت يعني برده كنت انا ايه، هو المفروض كان يعني كان يضلل على المكان كده وكان يملي المكان كله يعني ايه تضليله وكده، بس برده كل حاجه هنا وقفت. بس كده وبعدين هكمل معاكم عشان لو عملت بيقفلك كل شويه.
هنا بقى البرنجانة، شكل البرنجانة شايفين البرنجانة ما شاء الله بقت قد ايه، بس هي بقى لسه قايمة تنور اهي. بصوا بصوا النوار بتاعها بقى، ده النوار بتاعها عامل زي الورد كده شايفين، ده بقى تعمل برنجانة. يعني هو ما شاء الله في كمية برنجانة كبيرة، واللي هي معظمها برضو منور اهو. بس برضو هنا برضو هنا برضو في نوار اهوت، البرنجانة ديت اهي، وفي برضو واحدة عاملة برنجانة صغيرة اهيت برنجانة بيضة، عشان نبقى نجمعها مع بعض كده ونحشي سوا. بصوا ما عاملة ازاي، ان هي مش باينة قوي، بس يعني لسه ايه ما تبقى برنجانة. هو تقريبا كلها كده. احنا برضو ما شاء الله شوفوا برضو عامل ازاي، ده برنجان اهي، هي كلها ما شاء الله يعني منوره، يعني كلها اسبوع كده وبسم الله ما شاء الله يبقى فيها طرح حلو. تعالوا بقى نشوف الفكره كده اهوت، احنا كده خلصنا البرنجان ده بسم الله ما شاء الله برضو فيها يعني ايه، فيها منوره برضو شكل كتير منور اهوت. ده بصوا بقى مزهره ازاي، عامله زي الزهره بنفسي كده، بس دي شكلها تبقى برنجانه سمراء اللي هو تلاقيه حتى اللي هي بينها وقعت اهيت مش مشكله. ده اللي بتبقى الزهره بتاعتها بنفسجي كده، ده بتبقى البرنجانه بتاعتها سمر، اما اللي تلاقي زهرتها بيضه بتبقى البرنجانه بتاعتها بيضه. نحطها بقى كده. في فلفل برضو ما شاء الله فيه طرح حلو اهو، تعالوا طبعا يا جماعه كل الورد اللي كان هنا بقى اللي كان اصفر وعالي وكده ده كله شلناه، فان شاء الله هنجدده تاني وهنجيب بداله برضو ورد جديد. بس اللي ما شاء الله برضو اللي هنا ايه اللي النعناع ما شاء الله بدأ يمدد اهوت ما شاء الله، يعني شايفين النعناع عامل ازاي، دي احلى حاجة انا بحبها في المكان ده النعناع، لان النعناع ده بيبقى ما شاء الله بيخلي المكان ريحته حلوة قوي. هو ما شاء الله شوف حتى ايه ينور اهوت، ده حلاوة النعناع ده بقى اللي هو بيسحب، بيفضل يسحب جامد. تعالوا نشوف الفلفل اللي القرون الفلفل او القرون الشطة، طبعا ما شاء الله الدره دي بقى اللي ماشي طوالي دي. تعالوا بقى كده علشان اصلا انا بوريكم، لان انا بصراحه ما جاتش هنا بقالي فتره كبيره قوي. اللي هنا بسم الله ما شاء الله، بصوا بقى هنا اللي قرون شطه حلوه قوي برده تنفع في التحليل. يمكن اول مره فعلا والله بقى انا بشوف، يعني ايه اول مره بشوف معاكم، يعني انا بصور وبشوف معاكم، لان اللي طبعا زي ما قلت لكم ما جاتش هنا. تعالوا بقى كده نشوف اللي هنا برده منوره اهيت، بصوا برده كلها منوره، دي بقى مليانه ما شاء الله مليانه شط اهي. بصوا مليانه مليان 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 شطه، بس انا هسيبها تكبر شويه، يعتبر هي لسه برضو ايه طريه بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف ايه تاني، نشوف البرنجان. هو بصوا مش انا قلت لكم البرنجان دي تبقى سمراء، بصوا مشبحه ابيض على اسمر. شوف بقى كمان ايه، هي طرحه بس يعني ايه في كتير طارح ما شاء الله، يعني دي برضو كمان فيها ما شاء الله، يعني ايه دي شكل ما اعرفش دي قته بقى ولا خيار، دي طالعه كده برضو لوحدها كده اهيت، حتى يعني ما شاء الله منوره برضو اهي. والمكان فيه عايز برضو ايه شويه نظافه، شويه يتشال منه الحشيش والحاجات ديت. شايفين بقى البودره، البودره ديت اللي انتوا شايفينها في المكان دي، دي طبعا اللي انا كنت بجيبها وبرش منها الحمام عشان الحشرات وكده، فانا جبتها برضو هنا يعني علشان برضو نرش المكان. يعني بصراحه والله يا جماعه احنا زهقنا زهقنا في المكان ده، يمكن هو مره واحده كده، حتى الكيس بتاع البودره هناك هو ده ما لسيوم. تعالوا نوريه لكم عشان اللي حابب يجيبه برضو يبقى يجيبه. شوفوا بقى ده يا جماعه اللي انا بجيبه برضو للحمام، ده بيبقى كويس قوي، تيماليسيد ملاسيد او ملاسيوم 5%، ده بيبقى كويس جدا للحشرات يعني واي حاجه في المكان. هو المفروض ان احنا لو بنرش بس رشه واحده ده بيقضي على كل حاجه، بس علشان الموضوع كان فيه نفس كبيره قوي يعني غلبنا شويه، بس الحمد لله يمكن خلاص الموضوع بدا ينتهي ورجعنا تاني علشان ننظف المكان ونعمره من جديد. وهنيجي بقى هنا ان شاء الله برده هنعمل روتينات معاكم وكل حاجه. على فكره يا جماعه ده بيجي من عند بتوع الادويه الزراعيه اللي هو بتاع المبيدات يعني الحشريه وكده، ده بيجي هو رخيص يعني مش غالي ولا حاجه، بس اللي حابب يجيبه برده للحمام للطيور عنده يرش ولا حاجه، في حشرات في فاش في دابي اي حاجه من الحاجات ديت، وهو امن يعني هو مش سم ولا حاجه، هو يعني لان المفعول بتاعه 5% يعني هو كويس بقيه الحشرات ومش سم يعني على الفراخ ولا حاجه، بس هو يعني ايه ما شاء الله بيجيب نتيجه كويسه يعني.
شوفوا بقى يعني برضو حبيت ان انا اوريكم المكان عشان تبقوا انتوا معايا. شوفوا بقى يعني في فرق كبير ما بين انا كنت بوريكم اول مره وكنت فرشاه وكنت منظفاه من يوم ما سبته، يعني يمكن من شهرين انا سبته ما جاتش هنا، عشان طبعا ما ينفعش ان انا اجي مجرد ان انا بس يعني لقيت فيها اي حاجه خلاص انا منعت المجي هنا خالص. فاحنا دلوقتي خلاص الحمد لله الموضوع بقى طالما بدأ يهدى وكده، فهنبدأ بقى ان احنا نشيل العفره دي كلها وهننضف الكنبه وهنفرش القيسه من تاني، يعني هياخد شغل كويس قوي. ان شاء الله هنحاول ان احنا نعمر برده من جديد، يمكن برده الورد اللي احنا كنا جايبينه. شوفوا بقى يعني اتمنى ان الواحد يتفرج المكان وكده، برده حتى يمكن دبت برده شويه، هو طلع الورد والورد بتاعه سقط، يمكن حتى هو لسه يا دوبك بدأ يجدد جديد اهوت، اهو زهور جديده ولا حاجه. فان شاء الله هنرجع ان احنا نهتم بيه من تاني من جديد، وباذن الله هنعمر المكان. وزي ما قلت لكم ان شاء الله انا جايبه بخور وجايبه حاجات عشان ان انا بخر، يعني في حد برده يعني الله يكرمه وكده قال لي مش هيماء ولعه وبخري وكده، ما تستسلميش ان المكان بدا ان هو كده وخلاص وتسيبيه. وفعلا هما يعني فعلا يا جماعه والله كان عندكم حق، وده ان شاء الله برده اللي انا هعمله باذن الله. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، لان انا حبيت ان انا بس اوريكم بدايه اول ما جه بس لسه هنا. اتمنى يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.